لا 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 حبيبي، لا صحيح انا احب الفلوس، لكن الكلك النصب والاحتيال لا. مناور علي انا هالحكي يا مناور، من علي هالكلام هذا يا مناور؟ قول حق واحد غيري مو انا. اسمع لعلمك، ترى ارد الصفات تلقاها في البخيل، الكلك، الكذب، النصب، الطمع، التجسس على اسرار الغير، وخصوصا بس 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 الله لا يبارك فيك ولا في الساعة اللي شفتك فيها. وبعدين تعال، من قال لك اني انا بخيل؟ وليش تطلع علي هالاشياء المغرضة؟ انت بخيل؟ لا 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 لا، استغفر الله، انا غلط، سامحني. لا لا لا، انا اسف، انت مت بخيل. اسمع الحين، انا ما عندي وقت اضيع وياك، من انت مشاركني بالموضوع كيفك، عندي واحد غيرك. عطني خط، عطني خط. خط شحكي خط؟ انت عطني خط والحين تعرف، عطني خط. هذا خط ما اشوف ايش تقدر تسوي. والله عندك الخط، يلا. الو السيدة مشاعل، كيف الحال؟ أنا مهندس البلدية، كيف الحال؟ أنت مهندس بلدية ولا كيف الحال؟ أكيد هذا المهندس اللي راح البارح، كلمي بضرابة لنعرف شبي وبعدين نلعن أبو خمسة. بالله أنت ما تفهمني، من اللي قايل لكم روحوا كشفوا على البناية ولا فحصوها؟ أحد قال لكم إن العمارة مريضة ولا تعبانة؟ والله يا أخي هذه مسؤوليتكم، أرواح الناس أمانة بإيدكم. يفهمني احنا صار على الكشف، شنو النتيجة؟ شنو؟ أساسات البناية تعبانة؟